طيب كابتن أسامة، تشكيل، هل كنت تتوقع عدم تغيير ولا كنت تتوقع تغيير؟ أولا كنت تتوقع تغيير في التشكيل ولا التشكيل وطريقة اللعب كمان؟ لا، هو يعني المتوقع ان في الفتره الاخيره كولر ابتدى يثبت الفريق، ودي كانت المشكله اللي النادي الاهلي واجهها الفتره الاولى، سواء في دوري المجموعات، سواء في كاس العالم للانديه، سواء في الدوري المصري. الشكل العام ابتدى يستقر بنسبه تقدر تقول 90% كويس مع بعض التغييرات البسيطه. طريقه اللعب زي ما اسامه قال، انه بقى لنا فتره هو لقى هويته في 4 3 3 بالشكل دوت، اللي هو إلي ديانج ومروان وحمدي في نص الملعب او السوليه بدل واحد فيهم في معظم الماتشات الاخيره، رغم انه بدايته وحتى في مع فرق اقوى من فرقه الترجي كان بيلعب بواحد تحت راس الحربه اللي هو رقم 10، وحتى مع ريال مدريد عمل كده، وحتى مع فلامينجو عمل كده. لكن هو في الماتشات الأخيرة وصل للشكل ده، إن هما دول الأفضل من وجهة نظره في تنفيذ شكل اللعب وطريقة اللعب سواء دفاعيا أو هجوميا، ومثبت على كده. إحنا لما بنقول إن النادي الأهلي إن شاء الله وصل للمباراة النهائية، ده ليس تقليلا في الترجي، ولكن إحنا بنقيم شكل فرقتين في ادائهم، الحاله الفنيه، في حالتهم، مظبوط، في النتيجه الكبيره اللي الاهلي عملها بره ملعبه، والنهارده كولر بياكد عليها. احنا لما بنقول كده مش معناها ان احنا بنوصل رساله للعيبه انها ما تلعبش او تلعب بدلع او ما تركزش في المباراه. احنا بنقولها من وجهه نظرنا احنا كناحيه فنيه من خارج، لكن الجهاز الفني اكيد وصل للعيبه انه بدليل لازم التشكيل اللي بيلعب بيه النهارده. هو ده اللي كنت عايز اقوله. أيوه. انه فضل بنفس التشكيل. مزبوط. دي رساله منه للعيبه. هو اصل النهارده هو لو غير 4-5 اللعيبه نفسها ممكن يجي لها ايحاء من جواها الماتش ان احنا خلاص الموضوع انتهى. هو وصلها لهم بالظبط، يعني هو وصلها انه انا بلعب بنفس الشكل بنفس تشكيلي، حتى في جزء في مخاطره زياده عن اللزوم اللي هو حمدي فتحي، اللي هو واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي في السنوات الاخيره وفي الفتره الاخيره. أي. يعني مهم جدا في وسط ملعب النادي الاهلي، طبعا كاساسي في الاساس، وحتى لما بيكون بديل وبينزل مؤثر سواء في النواحي الدفاعيه. صحيح. سواء في النواحي الهجوميه، في الروح، في الاصرار. هي بس يعني هي دي النقطة. بنقول له بس في ودنه انه احيانا بيبقى عصبي في اوقات ملهاش داعي، يعني في اوقات هي دي الحاجة الوحيدة. بالزبط. لكن هو واحد من اهم لعيبة النادي الاهلي، فهو حتى خاطر بيه، يعني هو خاطر بيه انه عنده انذارين. هو انا اخدها يعني باسلوب تاني برضه. هو ممكن انا كمدير فني بفكر برضه ان انا ان شاء الله ماتش النهارده يكون هو ماتش الحسم بالنسبة لي، ان انا هتأهل للنهائي. هقعد حمدي فتحي. كويس؟ ان شاء الله لو وصلت النهائي هلعبه ماتش الذهاب هنا. كويس؟ لا قدر الله ممكن اخسره ماتش الاياب. هناك. وانا مش عايز اخسره في اخر ماتش في النهائي، وخصوصا ان النهائي هيبقى بره ملعبي. بص يا ايمن، انا وجهه نظري الشخصيه. ممكن؟ لا بص انا هقول لك، انا وجهه نظري الشخصيه، كل واحد ليه وجهه نظر. انا لما اجي العب مباراه القاهره الاولى هنا، انا لازم العب باقصى طاقتي، حتى لو فقدت حد. اصله خلي بالك، خلص من هنا يعني. يعني لا يعني هي دي مش طبعا مش شرط انك تخلص من هنا. ما انت ممكن فرقه الثانيه سواء الوداد او سان داونز يبقى الماتش صعب وتخلص من هناك، ويا ما احنا كسبنا بطولات كتيره خدناها حسمناها بره ملعبنا. ولكن انا اقصد انك انت الوضع اللي انت فيه في ملعبك وسط جمهورك، الماتش الاولاني عندك فرصك اكبر بطبيعه الحال، في ملعبك بيبقى الى حد كبير فرصك اكبر، فبتلعب بكل طاقتك. ساعتها ما بضمنش بقى مين اللي هيقعد او مين اللي انا هستنى، اصل ده خايف يطرد، اصل ده خايف. مش هحسبها بالطريقه دي، حتى لو خسرت حد غصب عني، لكن انا مش ههيئ دلوقتي. انت الاصعب انهي، ان حمدي فتحي يلعب النهارده مثلا
وياخد انذار وما يلعبش الماتش الاولاني في القاهره ولا العكس؟ لا انا مش شايف هو فكرته ايه. لا انا بقول لا انا يعني هي حسابات حسابات حسابات. انا متاكد ان الكابتن ايمن الكلمه اللي قالها لك انا متاكد ان دي في حسابات كوره ماشي اللي هو ايه لاعب غلط وممكن مش هيبدا بالماتش الاولاني أنا حتى لو كان موجود. لا انا عايز اقول ايه هي حسابات هي حسابات. ما انا مش عايز اقول انه غلط او صح. انا بقول لك وجهه نظري. انا بوريك ان احنا انا اقصد ان احنا بنقول من بره ان شاء الله الاهلي باذن الله وصل للمباراه النهائيه لظروف كتيره، ولكن قلنا ان كولر لعب بالتشكيل الاساسي عشان ما يديش الايحاء للعيبه ان الموضوع انتهى، ان لا احنا لسه الموضوع في الملعب ولازم نلعب بكل طاقتنا. فانا عشان كده بقول حتى حمدي فتحي اللي عليه خطوره انه ممكن تفقده وما يلعبش المباراه الاولى هو لعبه. يعني انا اقصد ان هو الرساله هو بيوصلها للعيبه ان انا لعبت بكامل طاقتي حتى باللي عنده احتماليه ان ممكن ما يلعبش. فهي وجهات نظر، لكن التشكيل بصفه عامه تشكيل طبعا هو ده المنطقي غالبا في الفتره الاخيره. الحاله بتاعت اللعيبه مستقره، علي معلول وهاني قايمين بادوار كبيره جدا الفتره الاخيره سواء دفاعيا او هجوميا. طبعا بالتوفيق لعلي لطفي النهارده وان شاء الله الشناوي يرجع كمان بالسلامه. محمد عبد المنعم وياسر ماشيين بشكل كويس، في استقرار، ما بقاش يجي فيك الجوان في الفتره الاخيره كانت دي ملحوظه. صحيح. شويه من قبل 7-8 ماتشات كانت في سهوله اختراق دفاعات النادي الاهلي، ابتدت الامور تنتظم سواء في الخط الخلفي بس او كل الفرقه ككل في الدفاع. يعني الفرقه بقت بتدافع بشكل كويس، وشفنا ده في ماتش الرجاء، شفنا في ده في ماتش الترجي، شفنا في ده في ماتش بيراميدز. بقى في حاله في المواقف الدفاعيه بالنسبه للفرقه كلها جيده. صحيح. يعني طبعا هو بيلعب بمروان عطيه هو كارتكاز وديانج يمينه وحمدي فتحي شماله، ولكن احيانا وبيديهم هم حريه اكتر في الهجوم، لكن احيانا بتلاقي ديانج عشان انا عايز اقول ايه بلغه الكره شويه بيحس انه متكتف شويه في الجنب وبيحب يلعب للعمق. فشفنا في ماتش الترجي اللي فات تحس ان مروان وحمدي هم كانوا اقرب للعمق، وحمدي فتحي هو اللي زي ما يكون او زي تقريبا رقم 10، يعني بيطلع هو اللي متقدم على طول تحت كهربا. صحيح. طبعا بيرسي تاو حالته ماشي بصوره كويسه، جاب جونين الماتش اللي فات. الشحات حالته مستقره بقى لها فتره طويله وعامل تشكيل او خطوره من ناحيه الجبهه اليمين الجبهه الشمال هو ومعلول. كهربا راجل بيعرف يجيب جون حتى لما بيكون في حاله فنيه اقل او بدنيه، بس بيعرف يخطف بس جول. مركز. صح. قوي في الفرص اللي بتجيله. صحيح. عشان كده تملي معظم الماتشات بتلاقيه مهدف، يعني مزبوط. غالبا كل الماتش او 90% من الماتشات بيسجل. صحيح. فتشكيل منطقي وان شاء الله النهارده يبقى ليهم الفوز يعني ان شاء الله رب العالمين.